نحن نتشرف في هذه الفرصة الطيبة باستقبال هذه الضيوف الكرام الذين حضروا لمشاركة افتتاح المقر الجديد لمركز الثقافة السنية في دبي تحت إدارة دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل الخيري. الحمد لله ثم الحمد لله. لا نستطيع كيف نعبر بالعبارات في مقابلة هذه النعمة. جامعة مركز الثقافة السنية في كيرلا تعمل منذ 33 سنة في نشر العلوم الدينية والعصرية والتوعية الإسلامية والدعوة الإسلامية والإرشاد. حاليا يدرس فيها في المقر الرئيسي فقط 12,000 طالبا وطالبة، ولها فروع في أنحاء الهند حتى في كشمير وجمو ومومباي دلهي كرناطك تامل نادو في ناحية في جميع أنحاء الهند، ولها فروع ومكاتب، ونعمل هناك بنشر العلوم الدينية والعصرية والثقافة الإسلامية مع القيام بالتعايش السلمي بين الأديان المختلفة، لأننا نعيش في الهند بين جميع الأديان وبين من يعبد البقر والشجر والحجر والمطر وكل شيء، ولكن نحن نعيش بالتعايش السلمية، ونحن في كل وقت ضد الإرهاب والتطرف ومجاوزة الحد. نحن نعيش هناك مصداقا لقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن نقبل الوسطية في كل شيء، والحمد لله. ولذلك الحكومة الهندية تسمح لنا لإنشاء المدارس والمساجد والمعاهد الدينية وللأذان في كل مسجد في مكبر الصوت ولإقامة شعائر الإسلام في الهند. الحكومة الهندية تسمح بهذا حيث أننا نعيش بينهم بالتعايش السلمي بين كل أديان. الحمد لله. هذه جامعة مركز الثقافة السنية يدرس فيها حاليا 12,000 طالب، من بينهم 2,000 يتيم ويتيمة الذين توفوا آباؤهم وأمهاتهم، ونحن نربي جميع الطلبة بجميع المصروفات بجميع النفقات كالألبسة والأطعمة والأجهزة والعلوم والأطعمة الروحانية والجسمانية. الأطعمة الروحانية العلوم النافعة الذي يخاف الله ورسوله ويعيش بين الناس بهذه الوسطية، هذه الأطعمة المعنوية. والأطعمة الجسمانية أيضا نحن نزودهم بكل ما يحتاجون في بلادنا في هذه الجامعة. الحمد لله في دبي منذ 20 سنة حصلت لنا رخصة وتصريح لهذا العمل
للدعوة والإرشاد والتدريس. والحمد لله على كل حال الجالية الهندية الذين يجيئون من بلادنا بلا علم ولا ثقافة